استعراض لأداء أسواق الإمارات في جلسة ختام الأسبوع، ونرى بأن مؤشر سوق أبو ظبي في التعاملات المبكرة على ارتفاع، والمؤشر عند 8952 نقطة. تداولات في سوق العاصمة كانت عند أكثر من 122 مليون سهم بقيمة تجاوزت 326 مليون درهم في هذه الأثناء. أما بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبو ظبي ضمن هذه القائمة، رأس الخيمة للدواجن والعلف وارتفاع بأكثر من 9%، أيضا أبو ظبي الوطنية لمواد البناء ارتفاع بأكثر من 6%، بالمز الرياضية السهم عند 10 دراهم و16 فلس وارتفاع بأكثر من 4.5%، كذلك منازل على ارتفاع قارب 4%، و ESG ستاليونز أيضا ارتفاع فاق 3%. بالنسبة للأكثر تداولاً بالقيمة في سوق العاصمة أبو ظبي، IHC يتصدر القائمة وتداول 108 ملايين درهم في جلسة اليوم حتى هذه الأثناء. أيضاً إشراق العقارية ضمن قائمة الأكثر تداولاً وتداول قرابة 23 مليون درهم حتى الآن. ألف ظبي القابضة أيضاً تداول أكثر من 21 مليون درهم و18 مليون و400 ألف درهم لمجموعة مالتي بلاي، فيما كان لشركة منازل تداول ب 17 مليون و600 ألف درهم حتى هذه الأثناء. طبعا مشاهدينا، بالنسبة لسوق دبي أيضا على ارتفاع، والمؤشر حاليا عند 3986 نقطة. تداولات في سوق دبي كانت عند أكثر من 25 مليون سهم بقيمة تجاوزت 126 مليون درهم حتى هذه الأثناء. بالنسبة للأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، أجلتي للمخازن ارتفاع ب 3%، الإثمار القابضة أيضاً عند 24 فلس وارتفاع بأكثر من 2%، دريك أنسكال ارتفاع ب 1.5% تقريباً، والاتحاد العقارية ارتفاع بأكثر من 1%، سوق دبي المالي ارتفاع ب 17%. إعمار العقارية تتصدر قائمة الأكثر تداولاً بالقيمة في سوق دبي وتداول 58 مليون درهم حتى هذه الأثناء. سبينس تداول أكثر من 26 مليون درهم، دريكانسكال تداول 15 مليون، وبنك دبي الإسلامي تداول 5 ملايين و100 ألف درهم حتى هذه الأثناء. الإمارات دبي الوطني تداول 3 ملايين درهم في التعاملات المبكرة.